سميتناش من بلوي، السكن ديال ولاد دوار ولاد بلا الحرار، جامعه عيد حمو، قياده بوشان. انا راه رجال هذا السيد هذا هو اللي حط المشروع حدايا، انا راه حاط قال لك بغي يصر رمله، بغي يطحن الكونكاسور، بغي يطحن الحجار ديال الكونكاسور حتى هنايا، وانا جارو الا فات لي خدمه هذا المشروع انا فين غنمشي فين؟ اشنو غندير انا؟ ما انا اذا صد علي بنهار والغبره تجيني بنهار، وفين كيفاش غادي نرتاح؟ وانا حابر غادير ب 30 متر وهو اللي غادي حابر ديال بير ديال 160 140 120، فين غنلقى انا المدينه عندي جهد باش نوصل لهذا الشيء؟ انا غادي نمشي لحالتي، غنبقى ديما ندير. واش هو مشروع حاط وقال لك قال لك يلاه بعده غير غادير غير الفلاحه، وكيقول الله اعلم كيقول حابر 10 البير اللي حابر ولا 8 البير اللي حابر، فين غتبقى الفرشه المائيه فين؟ احنا غنضر نبيعو ونمشي بحالتنا نحيدو من هنايا. وهاد السيد اللي فات استثمر اللي فات تخدم هاد السيد، انا ما غنبيعش، غانا غادي نبيع كل ما القبيله كامله تولي كرياج من الشانطي الى الدوار كامله غنستحوذ عليها كلشي، بعد غادي يهبز منه. وكان اللي غادي يبيعها ب 40000، ياك هو كان شاري ب مليون وشاري مليون، دابا راه غايبيعها ب 40 50 100 باش ما باش ما ولا غادي دي دي دي. احنا سيدي الناس المجاوره لهذا المقلع، وحنا هذا المقلع فات تخدم راه غادي يضر الفلاحه ديالنا وغيضر السكينه ككل، لان هذا السيد شرا واحد الاراضي كثيره مجاورة للسكينة والدواوير، والناس ديال الجماعة ديالنا بغيناهم يكونوا سند لنا، لأنه كنشوف رئيس الجماعة ولا الأعضاء الممثلين ديالنا حنا ما ظاهرينش ما بينينش، كلشي ما عرفتش أنا شنو اللي مغبرهم. حنا خاصهم هاد الناس يأزرونا ويقولوا لنا مالكم شنو داركم، يناقشوا معنا ويعطونا حلول. هاد السيد يديروا معاه شي حل، نديروا معاه شي حل طرادي ليه ولا لينا، المهم يعطونا شي حل للناس يطمئن السكينة، يقول هاد الناس راهم في الجنب ديالنا، والناس الفلاحه اللي غيضروا في الجوار ديالو، لان مباشره كاينين الناس الفلاحه الجوار ديالو، ما كاينش متر وجوج، راه قاسمهم غير ها هنا الكودرون، ها هو فلاح جارو اللي حيط قاسمهم، هو دور الثور والشي الاخر جورانا كلهم فلاح، كاملين فلاحه وغيضروا بهاد الابار اللي حفر. هو راه كيقول راه كاينين 8 الابار ومسجلين عندنا كاينين، والشي الاخر مناطق اخرى انا ما ندويش عليها، كاينه ارض مجاوره هي راه فيها ابار. المهم المشكل اللي عندنا حنا هو كرئيس الجماعه اللي بيساندنا واللي حنا عطيناه التعرض ديالنا وبالناس اللي معانا في العريضه، وكيطعن فينا حنا اللي ضرنا بزاف هو الطعن، ناض كيطعن فينا وناض حر واحد الاشهاد وكيمضي عليه الناس في الدواوير. راه كنتحمل جميع مسؤوليتي في هذا الكلام اللي كنقول في الدواوير، الا شخص واحد اللي في الجامعه عيط لي للجامعه وقال لي زعما، والاخرين كلشي في الدواوير جا عندهم، هو واحد السيد اخر ما نذكرش الاسم ديالو وبطونوبيل ديال الدوله، طونوبيل ديال الدوله عطيها للجامعه، وجاو كيدوروا على الناس وكيقول لهم دور اشهاد، انتم السيد باش داركم، هذا السيد راه بيصلح بيخدم بيدير بيترك، وضغطوا عليهم وسناو ساني ليا وسناو ليهم. هاد الناس فيهم بعض الناس ما سناوش ولكن عطاني لا كارت وقال لي انا معاك سني معاك دير اللي عجبك انا معاك، وجاو عندهم وجا عندهم الدارك وسولهم وسنيتهم مع السيد قال لي ما سنياش ولكن معاه، قال لي متابعوه قال لي ما نتابعوش، هذا غير يمس. هذا الشيء حنا اللي ضرنا بزاف هو رئيس الجامعه ديالنا اللي خاصو يحل لنا المشاكل ديال المنطقه، واللي ناخبوه الناس وداروا فيه الثقه باش يساندهم ولا ضدنا، هذا هو المشكل اللي حنا الساكنه كلها مستنكره هذا الامر هذا، لانهم هما الوحيدين اللي خاصهم يكونوا في الجانب ديالنا. حنا هذا مستثمر جا للبلاد هنا، مستثمر جا كيقلب على الفلوس، راه شرا اراضي ما كاينش اللي حبسو، ولكن خاصو يحترم القانون، كاينه معايير كاينه مسطره، يحترم المعايير ديال الدوله. هادشي راه ضربوه كامل في عرض الاحيط، راه كاينه مخطط اخضر، الدوله راه دعمه لنا في الرمان، دعمهم في الكوتاكوت، هاد الكوتاكوت راه مصايبه لنا الدوله، لمن هادشي نمشيو نرميوه نلوحوه، مصايبه لنا الرمان ساقيه عامين وهي كتقصقص عليه فلوس، الزيتون كذلك، وكاين شي ضيعات ديال الرمان فشلت فيهم لانه الماء مشى للناس. ضاعت فيهم الدولة ونكملوا نضيعوا هاد الأرض هادي، حنا متشبكين بزاف الأرض ديالنا.